الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أسماء الزمان والمكان، اسم زمان ومكان. أسماء الزمان والمكان هما الموضوعان للزمان والمكان. يعني اسم زمان ومكان دول بذن كاللياني ووضع ووضع كلاون بوزمان ومكان باعتبار وقوع الفعل فيهما مطلقا، باعتبار واقع بوني فعل كيانا بتوري مطلق، يعني ببيع وكمقيد بأو وقوعا باشا بمفعول بظرف ببيع قيد هر يعني فقد نفسي وقوعي فعلك لا نزل أبي. مثلا كلمة المخرج دلالة أكان لسر زمان خروج مكان خروج ببيع ويكوا أو زمانيك لفزك دلالك لسري تايبت كده بزمانك خاص وق معزي وق مزارع وق حال يا بمكانك خاص ويتم أو تشخيص زمان خاصك يا مكان خاصك بقرينة به لأصلا خوي دالني أبو أوا. فإذا قلت مخرج بأحد هذين المعنيين أقل لفزي مخرج بكاري هنا بهاريك لو دوانا يا بزمان ومكان، فمعناه معناه وين مكان الخروج المطلق، مكان الخروج مطلق، نعم مكان الخروج المطلق باشا، مكان خروج كمكانك هذا كذا صفة خروجك به، مكان الخروج المطلق مكان خروج بتوري مطلق، نخروج مقيد بزمانك معين يا بمكانك معين أو زمان الخروج خروج المطلق بالله. ومن ثم هل آل رضايا لم يعملوهما عمل ينادى باسم زمان المكان في مفعول ولا ظرفين بو ويل إطلاق در نجيب ولا تقييد كلا إطلاق درش ولا تقييد لموضوع العقل خارج بو نوكاته بوشي لخروجهما إذا كمن الإطلاق إلى التقييد. شن أجل مثلا اسم زمان ومكان عمل ينتهي بدري لمفعول أي على ظرف أي على هر معمولة كتلا خارج أبن لو كان دا لإطلاق وبر وتقييد يعني لموضوع له إخوان أشنا دروا، وذلك خلاف وضعه معه أو خروجي من الإطلاق إلى التقييد في شواني وضعك يعني كوالع وضعي كردون بجوري كواك الشاملي بريق كمقيد نبن بلكو مطلق بن أولي أنجا وتأولوا قول النابغة. أمجا كشي سؤالك هجكاك جان للشعر أم شاعر دا مجريك مجر اسم مكان دي اسم مكان عملي كدو أها ذيولها أو مفعولكيتي شاكا أولينا تأويل يعني كردوها وتيانا أما مصدري ميمية مزافق ليوان محزوفة حالبي مثلا أولي ديتوا لا أصلا باش عليك أخواني كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع أو كأن كأن حرف شفعلة مجر يعني مستري ميمي معناه أكينوا إيما كم مستري ميمي معناه أكينوا توشي مشكلة أبي باشا شن أو أختا أقل وعبيه مستر يعني بمعنى راكيشان راكيش راميسات يعني باقاي مكان أو بياني كبتندي هل أكنو شتكان دا أبوشن بتوزو خوروشت حالبي يعني مثلا أقر بتايباد لسر أو رملو لمو أوانا أقر شوينا بيوشت كوتبية وقت يكا أو بايا هلي كرد همو أوشوينا نبرأ كانوا حالبي أمجا الذيوليش يعني داوين جمع ذيلة تقريبا دير هذا تشبيه استعاري تيايا كأنما أم بايانا داوين يعني هيا وقبنيان داوين اللباس داوين كان يعني بعرضكا كيشكا كأقر وقت يك حركتك نو أرون بريضا
داوينك بعرضك هاشيشك جيباكانيان براكاته وحالوي كأنما أولا ذيولي خوان بسرع مساتا راكيشن جا ليوانا بر أوكا معنى كي بوشيوة مثلا صحيح نيا شن أو راكيشان رامساتا عليه مثلا عليه قضيم قضيم عبارة لتشرميك شرم بيست دا أمريكا لسري نقش نقار دروسكري عليه قضيم أو مجرية علي يعني أو ما بس أقل باسم مكان لي أقل باهين لي بدينها بشي بمستري من ميلودرين أو راك شاندنا لفر أو راك شاندنا يا قضيمك حالوي بالي قضيمك إلى سنة قضيم يعني شرمك إلى سنة لحالك لفر راك شاندن ناتوان ري قضيم ببيه شاكا شرمك كان ما قته الصوانع كصوانع يعني دست بکاران، صنعت کاران، آویان رازان دو تا و نقشیان کردو، و تا نقشیان که درست کردو. ولی اگر اسمی مکانی بگیریم، آسانش تکه. یا منظور اولی را که انما جر رامسات ریولها، یعنی که انما محل، یعنی شوینی، راکیشانی، باکان، باقای مکان که چیان کردو، رایان کشا، چیان راکیشا. ذيولي خوان راكشا داويني خوان راكشا او شوينة عليه قضيم عليه تشرميكي لسرى لما قده الصوانع حالوي عليه الصوانع دكاريان لسر او تشرمك ردوو رازان ديوانتو وقلدوزيان قليان بيادوريو مثلا خطوتي بابا متفاوتيان بيادوريو اخو با اقديه نخشو نقار ايجادك لسر او هنا لسال أول دمور رضلو أوانا بلان ليلة باسم مكان أقل مزري قري وليوارا خلافي أو تعريفي كأيما كردو معنا كوت معنا مفعولة قري أنه ظرفة قري أنه هيشي شنو أصلا مجرى مثلا اسم مكان هو اسم كأنايا مجرى مزالا رامساد رامساد مزافريتي أو إزافي مثلا أو اسم مكانيا بولاي فاعل أو الذيول ريتها مفعولة كي حالبي جاء جاء أمان كعلم بمطلقي اسمي مكان وزمان مطلق ابن عملنا كان باشا بمشي على إيلادي عند يجيبها أمان كان باوجان أمشي على مجر بابي مستري ميمية لا اسمي زمان ومكان أقر أجلي مثلا حمري عليه قليم ميلة سرناك اللي لا مزاك محسوبة كأن أثر مجر رمضاني شوية نواري بل راكشاني رامساتك شوية نوارك أو وكوايا قضيمي لسربي نخذ راكشانك شوية نواري راكشانك حالو لا فالآبو جورة تأويليان كدوتو كمعمولين الشعرك إيش خل بحري طويلة كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع بس يعني شو يعني تأويل قوتي وتأولوا قول النابغة كبوه شيء تأويل يعني كلو شنكا بعض الزدي أو خلافي أم موضوع له اسم زمان ومكانه يا خلافي أو شتى كأما لوضع اسم زمان ومكانه لنظر يقرين تأويل يعني كلو بشي بأن المضاف محذوف مضاف محذوف والمجر يا والمجرة مصدر مجر مصدر والتقدير كأن أثر جر الرياح جر آية اللي أنا مجر تبر ذاني مصدر كأن أثر جر الرياح شر الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار باشا أو رياحيك قوكان برباعك أي باب حواء بالي يداي حوية ثانية وشوي نواركان دفنك عشاريتوا جار وقع سري راكشاني أو بانت شين راكشان ذيولها باشا ذيول داوين كان إخوان راكشن علي أعوى عليه شاك عليه هو قليمك علي مثلا لسر أعوى أعو قليميك نمقته الصوانع باشا أعني ذلك الأثر باشا أعني عليه أو أعني ذلك الأثر
أو تفسيري هي عليه كيا باشا أم جلد أبيالو أو تفسيري هو كيا ليوا باشا على بيستك سبيل سرك يكتب فيه كذا نسلك يا بابا كتيا بيستك سبيك تيا نسلك صفات وابه كزينته الصوانع بالكتابة كصوانع يعني دزرنين كان بكتابة رازان بيت يعني هو زينته هو وجلاله بابا انتوش يكتب فيه زينة الصوانع بالكتابة اللوانة أو دروس به تعم كان تتعزي أزوت من جلد أبيض يكتب فيه زينة الصوانع أم ويكتب فيه أعواب بجاء جملة جاء كرتو أم دوايا وأمرا كانوا زينته الصوانع بالكتابة ولي أول مختصر كرفة أو باشترة حالي يكتب فيه زينة الصوانع متواجبين؟ باش بو أو تأويلان كردوا مثلا وإنما يصير إلى التأويل ويبهنا براوة بتأويل لأن المجر لو كان مصدر نقر مجر مصدر به ولم يقدر مضاف محذوف ومضاف محذوف دانا ذي لم يستقل حمل قضيم عليه باشا ناكري حمل قضيم إلا سركين قضيم مثلا ذاته حمل ذات بوصل حدثنا به ولو كان اسم مكانين أجر اسم مكاني بقولين لم يستقيم نصب ذيولها به باشا ناكري مثلا إما ذيولها من ضوء يعني أو الرأس درناشي كإما ذيولها من ضوء من صوب كرذبه شن خلافي وضعيتي فازمجبوني أو تأويلك. وإذا عرفت حقيقة اسمي الزمان والمكان واختكته حقيقة موضوع له ماهيتي اسم زمان ومكان ذاني فنقول إما علين في هيئاتهما بو هيئاتك يوم أنهما علين إنهما أو اسم زمان ومكان مما مضارعه لو ما ذيك مضارعه كي مفتوح العين أو ملمومها يا ملموم العين وكو يشرب كمفتوح العين ويقتل ملموم العين ومن المنقوص مطلقا لا فعل ناقص بتولي مطلق شاكا يعني أعمل ومثلا مفتوح العين بوكو يسعى مقشور العين بوكو يرمي ملموم العين بوكو يغزو على مفعلي لسر مفعل بها حتى عدل لفيفي مفروق يشبه لفيفي مقرون يشبه قشتي وانا لسر مفعل أبدا حالبي يعني قال لفيفي مقرون شنو مانيش آخر قسمته منقوصة يعني توت سرنجي لها مفعل لكي بي وانا شر منقوصة لريم منقوص واختيك اللي نزل بي يعني أبين لا مفعل لكي حرف علا به جاء لا مفعل لكي حرف علا به خب لو لا وريه كذا بس فعل فعل لك شي حرف علا ببيت لفيفي مفروق ليه رأيك عن فلك حرف علة بيت اللفظ المقرون فرنا بشتي وانا وان بفتح العين وكو مشرب ومقتل ومرمى ومدعى ومرى متواجبين مثلا مرمى مثال بور ما يرمي يعني منقوصي مكسور العين مدعى دعى يدعو منقوصي مكسور العين ولي واوي مضموم العين بلا مواوي مرضى منقوصي مفتوح العين بلا مواوي لا أصلا واوي مثلا مخشع أو أنا بشيء أول وبمكسورها لمكسور العينيش دي نحو يضربو وهروها والمثال مطلقة والمثال بتولي مطلق يعني أعمل وك مكسور العين يا ملموم العين واوي بي يا إيبي وكو يعيدو على مفعيل حالبي وكو مضربو موعيد عشان أنا بو هربو مثالي واوي ظاهرة مثالية ناوتو وكو مضربو موعيد ألغتا بو أمانية أما لسان في سادة وبدأ المؤيكة بشار قدوة كوالا مضارعكا لأنك حذف كلابي فعلت لك حذف كلابي جاء عليك لسان وزي مفعيل أبي متواجبين أو أي بشار قدوة دي وقتها مكسور العين يا مفتوح العين مكسور العين وكو عدا يعيدو مفتوح العين وكو وضع يضعو يوضعوا يلك أو إذا أصلا أصبت نصر العين بيتا موضع أو وجه لا يوجلوها شهر موجل به موجل وتبو مثل ميميش هم تنشتيك هيا جادر صرف سعدك بتماشاكي أو جيكا كمنا أخو نكتيكي عيانا هو تشاكا بدويت بتماشاكي وجاء أما لقل أوجد خلاف قاعدة راتو وجاء المنسك للموضع الذي يذبح فيه النسائك أي الذبائح
منسك هاتوا كبوش وين علين منسك هشام منسك بوعي هاتوا كبوش وين علين نسائك كي أحسن بردري نسائي يعني زباي يعني كوش ترجع خلاص خل أو حيواني كقريبة قرباني والمجزر مجزر لموضع جزر الإبلي بوش وين كوشري كي أحسن بردري كجزر جوا مناسب برينا والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق مفرق بتويلن لوسط الرأس أو قريشي وسط سنة كتوك كيف لا دابة جبير وهو الذي يفرق فيه الشعر أرش هناك وميسرت يا أبي بدولة والمسقط لمسقط لمسقط الرأس على مسقط الرأس وغيره مسقط الرأس وغيره مسقط ومسقط الرأس محل ولادة أو شو هناك سر سقوط كات سر ذوي لكاتي لدايك بنا والمسكين أم جارة مسكين والمرفق والمرفق للمرفق كذا أنشكوشتي وعمل وهو أنشكوية وهو موصل الذراع والعضد أو شو هناك وذراع عضد يعني باسكو قول بيق أقل كمن رفق يرفق ولا أصلا والمسجد والمنخر باشا ماسيك منخر بكوان اللي ثقب الأنف بكوني دودا من نخر ينخروا شن علينا لبروا كوان شن نخير اللي هذا تدرو نخير عبارة لدنجيك كلا خيشومو حستي في أكري ليه هو على ذلك وكان القياس فيه إن الفتحة قياس يمانه فتح لأن مضارعها مضموم شو مضارعها مضموم والروية في بعضها الفتح وفتح الروايات يعني بعد كان على القياس لذا قياس وهي أو بعد ذكرى فتح كيكيا كامية وهي المنسك كمنسك كيا وبه قرئ أيضا قوله تعالى أو هل بوش فنرى وتقول قوله تعالى كافر يعني وكو أم آيته ولكل أمة جعلنا منسكة باشا وهل أمة منسكك ما دانا منسك يعني محل نسكي لا يقابل نسكي كأنجام يبدأ شو أنا قربانيك والمطلع والمفرح حتى مطلع الفجر والمطلع أبطل إبا مصر ميمية حتى مطلع الفجر والمفرق والمسكن والمسجد أو عنها أتوى ما فراوتك والفتح في كله جائز وإلا من نسمحه فتح لا مش جائزة بقى من نشي نشمع بيستوي فتلخص لنا يعني خلاصا وابو يما يارون بوابو يما أن أوزان أسماء الزمان والمكان إما مفعل بسكون الفاء وفتح الباقي وإما مفعل لموارده كما بتبديل فتح العين بالكسر يعني فقالوا دوازنها أي شيء أكيد لمن خير لمن تين علي وأما من خير من هذا الباب كاسم فائز زمان ومكان بهاتوية بكسر الميم والخائي باشا كن بطيء ويكأم خلال عشاء من خرب وعي عشاء من خير بوعي ونيا بالا 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 كما كسر الميم وخيك بغير من خير هو فرح على المنخيري هو فرع على سر منخير شاكب بفتح الميم وكسر الخائي وكذا من تين في غير الباب يخم ممكن لأصلا ممكنة لباب إفعاله ماشا الله أمش دبارة أمش فرحة فرحة بوشتية رسالة في غير هذا الباب فإنه فرع على منتين أمش فرع منتين بضم الميم وكسر التاء منتنا الشيء وأنتنا فهو منتين يعني بوغني كردنا متواجبين كاتم منتين يعني اشتيك بوغني ولا غيرهما ثابتا وديار غيري أمدوانا ثابت مية يعني عوابدو كسره مثلا مفعيل مفعيل ثابت نية بلا اسم زمان ومكان بيو بروز مفعيل بيو غير أعمدو لبزة وإنما جعل فرعيني وبويا كريان الفرع على بناء أين آخرين لسدو بنايتر مثلا من خير بو من خير منتن بو منتن لأن مفعيلا بكسرتين غير موجود في كلامهم لبلو من خير بدو كسرا غير موجودة لكلامي أنا فزنام المستقل أي باشا أم جارا ما دفعش أوتوما أنا أو يا خلاصة مفتوح العين يا مكسور العين يتدمش معنو لآخر وزياي فيه ويا إسا أقر مفتوح العين لو لآخر فيه وتيكي فيه وبي يا أقر مثلا مغموم العين به يتر أو خارج لقاعدة
كاتم بو قرار ونحو المظنة يا المظنة والمقبورة إيسا بصدر فتحا ولمن فتحا ولمن شي مما أدخل فيه تاء التأنيثي لو أنا تي تأنيثي تي خياوة ليس بقياسي وإنما هو مقصور على السماعي أجر مضموم العين به لدون زر وشعر من خلاف قاعدة يكي عين عندك أشياء مفتوح بوايه يا مثلا مكسور لو دو قالب بوايه أو يكي أو لوال ودرشون يكي جوي كنذب تي في وبالا خوتي عندي وياه برام أجر من مفتوح العين بيان إخواني نوا يكشعر ذي أنت يا كأوج الحاقي تي كيا وإنما هو مقصور على السماعي وذلك أنها غير جارية على الفعل حاضرين أوج لبر أويا شن أمانة جاري لسر فعلين جاري لسر فعل عموميتكي ماوى بلام غير جاري لسر فعل عموميتكي نعميني بو معنى هيا آخر مثلا يتكاني أقر إيما أويك جاري لسر فعلا معمولا هر مشتقك مركب لذاتك لحدثه بتريك يا مركب لدو مشتقش حالين أويك ومشتق لذاتك لحدثه فعلك حدثك على العمومة ماشا اتر لك واجاريب ولا شواهات وا ماشا او الى نظر ناقيه صفة قابل كنترول نية اما واختواها هي اما مثلا تايبتي اكي واتا او فعلي محدود اكي كفعلك محدود مثلا صفتك محدود وكرا بو مكانك تايبت يعني بو مفعولتي تايبت او لموضوعنا هو يخوي خارج بو زمان ومكاني تايبت لموضوعنا هو يخوي خارج بو حالبي بس جارين نبو جارين يلسر فعلي ترمرا يعني لسر عموميتك جاراني نماوة ولكنها بمنزلة قارورة باشا اخرني صفتي جاري لسر فعل بو عموما لغير اسم زمان ومكاني شا أي صواريب كصفة جاري لسر فعلا بو شخصك معين نية بل كبو عموما أقر هاتو اختصاص دراب بمعين يكو أو يعني جاري نية لسر فعلا حالبي دي أماني شاء أما ظنو مقبرة يا ما ظنو مقبرة أو وزنانك بو شوي لهاتو يا حتى من خيرو من تينيش مثلا أو أنا بغير يا نعوانا تازا أول ما أنا بحث كلك أوانا بوشوهاتون أو فرعا أو بفرعية حساو من كردن تازا تس أوانا ما دام بفرع حساو من كردن جارين لسر فعل أما أمانك بفرعنات واني خساويان كي أمانا غير جارين لسر فعل أقر غير جارين لسر فعل يعني لعموميتك هيانا شونة دروا ولكنها بمنزلة قارورة وشبهها وبلغني أمانة بمنزلة قارورة قارورة مثلا بمعنى ظرفك شيشيك كشرابيتي أكري شاكا دي ديارة قارورة أجل بمطلقي معنى محلي قرار به أبي نكتنها شيشة هرشي بيه كشتيتي أكري ببيت محلي قرار أبي في بغي قارورة كشي قارورة بها مشتق نعلم بظرفك مخصوص علينا هاك بظرفك بس او جاري لسر فعل نية ليبو قرارة مقبورة يعني محلك قبري اللي هي باشا يعني بتوري مطلق كشي وقتك يماجين مقبورة بشوينك مخصوص علينا حالبي اينا خوي مقبورة يعني شويني قبري اللي هي هشوينك بقريتك هشوينك بي كشي مقبورة بهمو جيقنا علينا بهمو جيقنا علينا ما ظنه يعني محلي قمان ولا قمان قا أما بشوينك تايبتي عليه بويك يعني عليه أمي أوقت بمنزلي قارورة وشي بيويا حيث لم يرد بها المكان مكان المطلق بهوي أوكا بمعنى مكان مطلق إرادة نكري على بس لموضوع جارين لسر فعل ولا موضوع له اسم زمان ومكان خارج أي وإنما أريد بها أماكن مخصوصة تنها مثلا مكان قال لك تايبتي يعني كي إرادة كراوة فإن مظنة الشيء هو موضعه شن مظنة الشيء قال لنا ومظنة أبو فراشد أبيت الشويني أو شتا ومألفه
ومألفكيت يعني أو شوينيك شيئك ألفتي في وقرتوه الذي يظن كونه فيه أو شوينيك قمان أكري أو كيابه شيئك كيابه والمقبرة واحدة المقابر شاكا يعني واحد مقابر وتمقابر جمع كيتي وكذا المزلة مزلة يعني محل ذلوها الخزيان وإن كانت أم جارية على القياس من حيث حركة العين هرت الروان في حركة عينه ليس القياس جارية ولكنها غير جارية على القياس من حيث دخول تاء التأنيث لو حسيته كدخول تاء التأنيث تاية جارية كالمقبورة ضما وكو مقبوريك ضمي فيه ويا خارج القياس برا أم لدو جنبه أو ليك جنبه حالدي فخروج هذه الأسماء عن القياس من حيث الحركة غير منظور فيه بس ما دام كمزي ليش ما نوغوان حساو كل خارج بوني أم إسمانا لقياس لروان جي حركة وسرنجي الندراوة وإنما المعتبر علينا خروج عن القياس من قبل إدخال تاء التأنيث عليها لو الروان جويكا تاي تأنيث يعني شوية سر فكأنهم إنما أدخلوها عليها كأنه أوان بوية أو تيان داخل كتبه تنبيها على خروجها عن موضوعات أسماء الزمان والمكان بوأويك آقاما كنوا لسنويك أمانا خارج بون لموضوع له اسم زمان ومكان يعني لإطلاق وبرو تقييد خارج بون أو على إرادة البقعة يا بوية تيا كمان في وناوة لنظر معنا إلى ذي بقعي ليبكي بقعي يعني تكذبك بقع مؤنسة أو تيمانة في أوناك بل يأمن مؤنسة بخاطر بقعة شنا وبو بقعة كما قالوا وقتيانا مأسدا يعني بقعي أسد شونيك بشونيك مثل أسد يزور جيبه مسبعة يعني بقعي سبع مثأبة يعني بقعي قرق محيات بقعي مار مفعات بقعي أفعي كنوع ماري السمية كوابو شيء أمانة بشيء للأرض المستكثرة من هذه الأجناس بوزوية علم كلمس ثاني زولة فهذه هيئات اسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد أما هيئات اسم زمان ومكان للثلاثي مجرد وما عداه وما عدا الثلاثي مجرد فعلى لفظ المفعول من ذلك الباب كما مر في المصدر الميمي باشا هل وقت يفرب لمصدر الميمية أما أنا أسان هون اشتكواني كان أم جاء أبني اسم آلات مثلا بناي اسم آلات كما اسم آلتي اصطلاحي مع المنزولة أو كخوة من دروسي أكين لفعل نا اسم آلتي لغوي وكو مثلا شقو كوسيلة برينة كبعربي فيها سكين يا مثلا جرس وسيلة حالي كردنا يا وسيلة صوت دنجلي هنانا وخوش نوع وسيلة عليك بلوانا منظر ما نوانا نيا على الآلة آلتي وهي ما يستعان بها في الفعل في الفعل المشتقة هي منه يا المشتقة هي منه آلة بوشتألين كوا كومكي بيور أجيري لفعله يعني لأنجام فعله وقت قالك ما أنا فعلك أنجام بين كومك بأور أجيري بأنجام فعلك كان فعل أو فعل المشتقة هي منه أو فعليك صفة فعلك وايا مشتقة أو آلة لو فعلة جاء أو آلة كآوايا تجيء على مفعل ومفعال ومفعلتين وكجي كمحلبين جاء محلب شيء لما يستعان به في الحلب بوشتيج ككومكي فيور أجيلي لحلبة كمحلبي لدروز بوا كبناي دوشينة وكو سطل شيرو أوانا بابا ومفتاح أربطة من الحلبة بو المحلب واقعا اسمي آلة بيه دبرك بدوري أزانا شن تقريبا أو ظرفي شيرة نقوسي لي دوشي يعني حيوانك بو نا دوشري عايزة أو دزقاوشتك لقواني ما غي وصلكا غير الله أو محلبة حمزة ومفتاح مكسحة أمان بجل لما يستعان بهما في الفتح والكسح
كف يعني شيء أيال كنسي يعني قصدك دانو أشغال كوكرناو حالوي وزنه كان وهذه الأوزان الثلاثة قياسية كقياسين أو بزانة قياسي بونك ونيا مثلا توقرك بي لهر اسمي لهر فعل اسمي على دبر وزن دروسكي بلكو قياسكي أولا لهر فعل عرب دروسي كدوية مثلا ما دام لفعل عرب دروسي كدوية سماع ثابت بو كلو فعل اسمي على دروس بو هرشي آلتي أو فعل بي أتواني أولا بزا إطلاقي تسري مثلا يسكادي أقر شن ثابت بو عرب لفتح مفتاح دروس كدوية لازم ناك عرب وكليدي مخصوص بري هر وسيله كببيته هوي كردنوي درقا وقفلو أمانا أو مفتاحة يعني قياسي بونكي بمعنى إطلاقي لفظ موضوعكي حالي ولا أقل لسورة دقاء أو يعني إطلاقي لفظ مستعملكي عرب لفظكي بعنوان اسم آلات مثلا مستعمل كردوة استعمالي كردوة شاكا بو آلتي فعلك أو لفظيك بكاره ناوا بو آلتي مخصوص نيها حرتي آلتي أو فعل بي أو فعل في أنجام بري تؤتواني إطلاقي كي تسالي تواجمي بو يعني وهذه الأوزان الثلاثة قياسية واية بلام لا من حيث إنه يجوز أن يشتق كل منها من أي فعل اتفق بلام نبو معنى جائزة اشتقاك ريك كل دانيك لوانا لها فعلك الريكوت وإن لم يسمع بانج بسلام بل من حيث إن كل منها إن كان قد ورد به سماع في فعل معين بل كل روان غيره كل دانيق لوانا أجر سماعي في وارده لفعلك معينة يمكن أن يطلق تلك الصيغة على كل ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل بل إطلاق كريه أو صيغيا باشا بل لو حسيتوك كل دانيق لو سير وزنه أجر سماعي في وارد بو وأتى السماع واردي كردبو لفعلك معينة أكري إطلاق لي همام صيغة لسر هرشي كممكن بكومكي في وارد جيريا لهمام فعلا كالمفتاح فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت هرشي إمكاني أو بمالي في خالي كري في بكريتو يسمى مفتاحا وإن لم تكن الآلة المخصوصة نعم وإن لم تكن الآلة المخصوصة لذلك حاصرة شاكا هرشا آلة مخصوص أو شيئا حاصر نبي يعني مثلا بابي قابل انحسار نبي أعوى أو يكشي إصفاد المؤمنة إن لم تكن جامعة لأفرادها بابي يعني حتى أقرتي أو آلة مثلا مفتاح أو نزور به فرضا آلة كردنا أو نزور به قابل حفر نبي داني نبي دوان نبي دان نبي بيز نبي شامل قشتي دي أعوى ونحو أي شيء في آلة مانا كبر وزن النهاتون ونحو المسعط الإناء يجعل فيه السعوط صعود شيء وهو دواء يصب في الأنف جايك أكلت ناولوتوا والمنخل لما ينخل به بأشتك بيجان نوي في أكري يعني دا بيجان دن تقان دن والمدق لما يدق به مدق بأشتك ودق تريتوا والمدهن مثلا شتيك وروني تيها لجيري والمكحلة أو ميليك تشاي في الرجلي والمحربة لما يجعل فيه الأشنان كبوش تعمل أشنان تيدان أشنان كبا أوالد نخيل ما أسبون أسبون زو استفادة بالله ما يهمزة كشاتوا إشنان ليضم الهمزة أشنان أشنان والكسر لغة كثيرة إشنان شيء والوزن فعلان يعني همزة كي زايدني حاربين أما معربة جاها أسبون أشنان تقريبا يا أشنان هل أو أسبونين مثلا بوجهة تعريب كله سنظر لفارسي شاتشي في يومين هل أسبوني في يومين يعنى بقى حاول ذلك أو محضرية أو إيكا شنا في الأوانة هنا أو ريشة جيايا جيايا وذلك مخصوصة أيان كتا أيان كتا تقريبا بشوي صابون دريانه هنا دعائي بولي وخوشورني اللي باشورني اسفاد عليك الأولاتي قوم أنا أجيا زوري صعبا زوكا صابوني جولة وقت أنا فقد خلقنا تنعني هنا
أنا أباش تأتي مثلاً صابون بكري. وبين الجملة بقول في الأبنية التي جاءت ملمومات الميم والعين أو بنايانيك بملمومات الميم عينات يعني هم مكان ملمومة هم عين الفعل كان وليست عند سيبويه إلا الخمسة الأولى ونين لا يسيبويه إلا تلجع ولك النبي أبتا مصعط منخل مدق مدهن مكحلة يعني محضرين سرنية بو أو إلى ثانية إذ المحضرة عنده بكثر الميم وفتح الراعي شن محرضة للاي أو محضرانية بلكو بكثر الميم وفتح الراعي ليس بقياسي أسبب لا يسيبه بيان جنوب لا غير أو ابن الشاش قياسني وشي لأنها أسماء لآلات مخصوصة حالبي يعني أمانة اسم قلبه آلات مخصوصة وأتأماني جاري لسرفع لي وأتأم مكان ما هو شنو صفات جاري لسرفع العم مكان لا باعتبار الاستعانة في هذا ذلك الفعل حالبي كناون بو أو آلات مخصوصة أوش كناون بو أوانا باعتبار أمانية كوكومك والأقرين بو آلات مخصوصة لو فعلها مثل تكاليني مصعب كبوز الفارين كالصعوتي تيا أهارنوا شاكا كأو الدواكي كأكلتنا ولوتوا مثل كفي ألي المسعود درس آلتي كبو أو كارع ناوي أويا بلان حتى باعتباري أوا وكو مثلا مفتاح بويا في ألي المفتاح شنكا درقاي في ألي قرين لبروانيا بويا في ألي المسعود شنكا صعوتي تيا أهارنوا حالي لا آوة تاني نبا اعتباري أوا كاستعانة بوانرقي لو فعل لا ولهذا قال سيبويه بويا كانت لرا أمانة بابي أجر وابي قياسي نبن هيتش أمانة قياسيين شنو أمانة لو أخذ اسمي آلذين اسم بو آلاتك مخصوصة أوش حتى اعتبار ملاحظي استعانش يانتيا نكراوة كانت اسمي آلات هو اعتبار استعانيتيا كراوة يعني فاعل كومك بوانا والأقرية لأنجامي الرشيش عليك ولهذا قال سيبويه لم يذهبوا بها مذهب الفعل سيبويه جتي أمس فتانيان بمسير فعل نبردوا يعني جاري لسر فعلني باشا ولأن الجاري على الفعلي شن أوك جاري لسر فعلني يعني وصف جاري لسر فعل لا يختص بآلة مخصوصة بآلة كتابة تايبة نابي بآلة كتابة وهذه مخصوصة ومنها مخصوصا فلا يقال مدهن إلا للآلة التي جعلت للدهن ما قربوا آلتك تادر يا بورون حالبي يعني آلتك مخصوصة كواتواني هرشي روني تيا كيف يبلي مدهن آه يا مدهن نا أخر قياسك أو أبو يا ما عشيا مثلا مدهن فرزن مفتاح بو أو أبو ك أجر سماعي توارد بو بو بمفتاحك هرشي درجات يكريتو يا ما في عين مفتاح بلانت مشاكا لأن الأوانية بغي مدهن بهرشي كدان ريابي بورون في بيعشين مدهن بلكو بيغذر في مخصوصة عليك بيكشي مخصوصة ولو جعل الدهن في وعاء غيره أقرونك كريت أنه زرفك غيري أو أو زرفة مخصوصة كفياج مدهن لم يسمى ذلك الوعاء بمدهن أو وعاء ترى بمدهن أو دير ناكري بخلاف المحلبي والمفتاح كما قلنا كوان جاري لتفعل موفق إن شاء الله.